أحمد، مساء الخير. إذا ماذا تحدثنا عن التطورات الأخيرة في إدلب؟ أين وصلت؟ سأبدأ معك من معركة مطار أبو الظهور. محمد، نعم، للتصحيح معك يا أحمد نور مراسل شبكة الشام أحمد الإخبارية. تفضل. معركة أبو الظهور أو ما يسمى معركة الخندق، حيث أعلنت كتائب الجيش السوري الحر متمسكا بتجمعي كتائب وليد شهداء سوريا وأحفاد الرسول عن بدء مرحلة جديدة من معركة أبو الظهور بعد حصار دام لعدة أشهر للمطار العسكري الواقع في أقصى الجنوب الشرقي لمحافظة إدلب. وبدأت في صباح يوم الجمعة عن بدء معركة الخندق لتحرير معسكر وتحرير مطار أبو الظهور العسكري بشكل كامل. واستطاعت حتى الآن الكتائب والأولية التي تدك وتحاصر المطار من تدمير البوابة الرئيسية وتدمير 4 دبابات ودبابة شيركا والسيطرة على 7 بلوكوسات للطائرات الحربية حتى الآن، وبداخلها طائرات حربية منها من تم إعطابها ومنها من هي صالح للاستعمال. الآن المعارك على أشدها تدور في داخل المطار بعد تدمير مبنى القيادي بشكل كامل بقذائف الدبابات وتدمير عدد كبير من التحصينات العسكرية في داخل المطار. الآن المجاهدون والأبطال المرابطون داخل البلوكوسات في أرض المعسكر وداخل الأسوار الداخلية للمعسكر، والاشتباكات تدور بين بلوكوس وآخر للسيطرة عليها تباعا، علما أن عدد البلوكوسات داخل المطار هي يزيد عن 20 بلوكوس وكلها تحوي على طائرات حربية كانت تقوم بشكل يومي بقصف قرى وبلدات الريف الشرقي والغربي وقرى جبل الزاوية في محافظة إدلب، الذي يعتبر المطار العسكري الوحيد لطائرات الميك الحربية في محافظة إدلب. المعارك الآن على أشدها، وسنشهد في اليومين القليلين القادمين تحرير المطار بشكل كامل بعد نجاح السوار في السيطرة على أكثر من 50% من المطار في اليومين الماضيين ابتداء من يوم الجمعة وحتى يعني معلومة الآن مهمة الآن أحمد، الآن تقول أنه 50% من المطار تم السيطرة عليه من قبل الجيش الحر. نعم، بالنسبة للمساحة الكلية للمطار تم اقتحام المطار من عدة محاور من جهة تل سلمو ومن جهة جنوبية والشرقية، واستطاع السوار الدخول إلى داخل البلوكوسات. الآن المعركة تدور في داخل البلوكوسات بين يعني في بهي المناطق في سيطرة على أي معدات أحمد من خلال الجزء الذي سيطر عليه الجيش الحر؟ نعم، استطاع السوار السيطرة على عدة آليات، استطاع السيطرة على عدة رشاشات 23 أسلحة وزخائر بسيطة، استطاع السيطرة على عدة طائرات موجودة داخل البلوكوسات وهي من طائرات الميك طراز 23 وطراز 21 وما زالت داخل البلوكوسات تحاول كتائب النظام وكتائب الأسد استردادها، ولكن لا تستطيع بسبب كثافة النيران من الجيش السوري الحر واستبسال الأبطال في التقدم تباعا بعد تدمير مركز القيادي ومقتل عقيد طيار برتبة عقيد داخل احدى البلوكوسات ومقتل عدد كبير من الجنود والعشرات. معنويات ممتازة لكتائب الجيش السوري الحر. اعلن قائد العمليات قائد تجمع كتائب وليد شهداء سوريا ان المعركة ستحسم بشكل نهائي في اليومين القادمين باذن الله، وسنشهد تحرير اكبر معركة قوات نظام في المنطقة في منطقة أبو الظهور. طيب، شهدت اليوم المنطقة عدة غارات لطائرات الميك الحربية، وقد تم التقاط مكالمة لاحد طياري الطائرات الميك التي خرجت مطار حماة العسكري عن نيته استعمال مواد غريبة ومواد جديدة تطلق أول مرة في محافظة إدلب، وفعلا شوهدت أعمى الدخان هي الأول من نوعها نشاهدها في محافظة إدلب، نعتقد أنها غازات سامة أو ما شابه ذلك. حتى الآن لم نتأكد من فاعلية هذه المواد التي تم إطلاقها اليوم. أين أطلقت؟ بأي مناطق؟ مناطق فيها مدنيين أحمد؟ أطلقت على أسوار المطار تستهدف كتائب الجيش السوري الحر المرابطة والمحيطة بالمطار. حتى الآن لا نعلم ما طبيعة هذه المواد البيضاء التي أخرجت دخان أبيض، ما طبيعتها، ما نوعها، ننتظر التأكيد من بعض كتائب الجيش السوري الحر المرابطة والمتواجدة الآن داخل مطار أبو ظهور العسكري. وبشكل مختصر أيضا أحمد، ماذا عن المواقع الأخرى؟ يعني تحركات الجيش الحر، الحديث عن معسكر الشبيبة، مواقع عسكرية أخرى، هل في تحركات؟ نعم، هناك تحركات بعد أن حاول كتائب النظام التقدم البارحة من بلدة الفوعة ومحافظة إدلب اتجاه الشمال نحو قرية بروما، تعرضت لصد هجوم قوي من كتائب الجيش السوري الحر وأدت إلى خسائر كبيرة في صفوف قوات النظام وشبيحة النظام. بالنسبة لمعسكر الشبيبي تستمر كتائب أحرار الشام الإسلامي وألوية صقور الشام متمثلة بلواء داوود بدك معمل القرميد ومعسكر الشبيبة الواقع شرق معمل القرميد، والذي كان يقوم بشكل يومي بإطلاق قذائف الفوزديكا والمدفعية الثقيلة على قرى جبل الزاوية وبلدات النيرب والريف الشرقي لمحافظة إدلب ومدينة إدلب. عمليات نوعية بشكل يومي ضد معسكر الشبيبة، وكل يوم نشهد تدمير آلية أو دبابة عبر صواريخ محلية الصنع تقوم بتوجيهها عمليات نوعية. سأكتفي معك بهذا القدر من المعلومات. شكرا لك أحمد نور مراسل شبكة شام الإخبارية من إدلب، كنت معي عبر سكايب.